طيب، واحنا بنتكلم عن الاستثمارات الاجنبيه الفرنسيه منها وغيرها من الدول، احنا محتاجين دايما نفكر نفسنا ونعرف مين اصدقائنا ومين اعدائنا، مين اللي من مصلحته. بنتكلم دايما العلاقه بين الدول علاقه مصالح، يعني الجانب الفرنسي او غيره وهو بيستثمر في مصر هو بيبص برضو على الفايده والنفع اللي هتعود عليه في نهايه الامر مع سوق كبير مع فرص استثماريه يعني هيستفيد منها. على الجانب الاخر، مين العدو؟ مين اللي بيستهدف الدولة المصرية؟ ومش بس احنا الحقيقة يعني، لكن نظام الحمدين يعني انا واحد ما بحبش اقول قطر، لانه قطر كدولة انت بتتكلم على شعب، بتتكلم على شعب وهو كمان الحقيقة يعني في نظام جاسم على انفاسه، لكن هذا النظام النظام الحمدين اللي بيحاول دايما مش بس يعني اي دولة مستقرة، اي دولة بتحاول تقوم يستغل مطالب الشعوب في حياة افضل في استقرار، يستغل اي حراك سلمي اي حراك سياسي او اقتصادي ويحول الامر لدمار ولخراب. دايما بنحاول نبص نشوف يعني الناس دي بتفكر ازاي، بتعمل ايه، ازاي بتستغل هذه الامور، ازاي عايزه النظام الدولي ككل انه يعني ينهار، ان تكون هي ليها اليد الطوله بالاموال. دايما القصه دور على الفلوس ودور على دعم وتمويل الارهاب والارهابيين. استمرارا لهذا الدور في عدد من المعلومات، وهنتابع حتى القصة كلها قدام حضراتكم في التقرير علشان القصة فيها كلام كبير قوي. وشوفوا الاسم بقى، أساسة قطر الخيرية. قطر الخيرية دي بقى طبعا هي لا خيرية ولا حاجة، لأن هتشوف الفلوس دي بتصرف فين وبتروح فين وفي أي أماكن وفي أي دول اللي فيها نزاعات وفيها حروب وفيها حروب أهلية. هذه المنظمة خصصت 1.6 مليار ريال لدعم الإرهاب. مش كلامنا، لكن كلام كل المعنيين وكل اللي شايفين ان المنظمة دي في حاجة غريبة. عملوا منصة إلكترونية تفاعلية على الانترنت كده يقولك هنجمع تبرعات، بتفتتح 5 مكاتب فرعية جديدة ليها علشان يوصل عدد افرع هذه المنظمة ل 34 فرع خارج قطر. المؤسسة الدولية دي مؤسسة قطر الخيرية زي ما هم بيقولوا عليها تحيلت على كل القواعد الدولية المطبقة عشان منع غسيل العمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين من خلال هذه المظلة المنصة دي. يقول لك احنا في عندنا أنشطة خيرية وخلاص، تستغل هذه اليافطة علشان غسيل الأموال عشان توصل هذه الأموال للإرهابيين. عدد من الخبراء الأمنيين لما شافوا طبعا الموضوع، وفي أجهزة بدأت انها تبص طبعا ايه القصة، الفلوس دي هتروح فين، هيتمول بها مين، فقالوا لا القصة دي وفي هدف واضح انها تدخل في القارة الافريقية. وعارفين طبعا انه في نزاعات وفي حروب وفي بعض الدول الافريقية المسألة غير مستقرة سياسيا واقتصاديا.